الله يجري يده على وجه العبد بعد الأربعين إن لم يتب، فيقول أما آن هذا الوجه أن يستحي؟ يمسى عليك. وسيدنا رسول الله يقول من بلغ الأربعين ولم يكن خيره أكثر من شره فليجهز نفسه لجهنم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني أخي الحبيب عن هذين الحديثين في هذا المقطع، وهو الحديث الأول: إذا بلغ العبد 40 سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. نقول هذا حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أبو الفتح الأزدي كما في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات، من طريق بارح بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن مالك الهراوي قال حدثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عليه 40 سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. يقول أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضحاك فكان شعبة لا يحدث عنه وينكر أن يكون لقي ابن عباس. وأما جويبر فأجمعوا على تركه، قال أحمد لا يشتغل بحديثه، وأما بارح فقال الأزدي ضعيف جدا. انتهى. فهذا إسناد تالف. جويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك كما قال الدارقطني والنسائي وغيرهما، وضعفه ابن المديني جدا كما في ميزان الاعتدال وفي التهذيب. والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي لم يلق ابن عباس، فهذا انقطاع وهذه علة أخرى. وبارح ابن أحمد قال الأزدي ضعيف جدا، قال الخطيب لم يكن من أصحاب الحديث كما في لسان الميزان. وقال الخطيب في كشف الخفا: علامة الوضع لائحة عليه. وعلى كل حال الإنسان ينبغي أيها الكرام الفضلاء في كل لحظة من لحظاته أن يتجهز إلى الدار الآخرة. ومن بلغ 40 سنة فقد استحكم عقله كما قال ربنا عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول مسروق رحمه الله كما في تفسير ابن كثير في هذه الآية: إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره أيضا: ذكر عز وجل أن من بلغ 40 فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرها. قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. انتهى من تفسيره رحمه الله. الحاصل أيها الكرام الفضلاء أن هذا حديث باطل موضوع لا يصح، والإنسان على كل حال عليه أن يتجهز في كل حال وقت إلى الدار الآخرة. وكذلك يلحق به حديث: إن الله يجري يده على وجه العبد إذا بلغ 40 سنة. وعلى كل حال أيها الكرام الفضلاء فلم يصح في بلوغ 40 حولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني، فلنجعل هذا قاعدة أيها الفضلاء الكرام. هذا ما تأثر إراده وتهي إعداده وعن الله على ذكره صلى الله عليه وسلم وحمد الله وصحبه وسلم. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع متانا أمة المسلمين أجمعين، واحفظ والدي بحفظك وادفع عنها الأذى والبلاء بركن، وارزقني برها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدينا، وما قصفت عنه آمالنا وضلت به فهومنا، فلا تحرمنا يا رب العالمين، ولا تأخذنا بعواقب أعمالنا، واجعل عافيتك أوسع لنا. تم الكلام ورب ذي المحمود له المكارم والعلى والي، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لحق قولنا ولا قعود. تم تحرير صوتيا في صبيحة يوم الأحد آخر
في صبيحة يوم الأحد آخر رجب الفرد الأصم المقشقش الحرام لعام 42 و400 و10 الحرام لعام 42 و400 ألف يتعدن عليه الصلاة والسلام.